إكسبريس بعد شوية في لوماج إيكو نحكيه على السعودية مصرة على النووي مع هاجر بوجمعة. قبل هذا ضيف الانترفيو المحامي سمير ديل ونحكيه على جملة من الإيقافات تطال قياديين من حركة النهضة. الانترفيو أستاذ سمير ديل، ولا سهل بك. أهلاً وسهلاً، مرحباً فيك. شكراً على قبول الدعوة. منذ بداية الأسبوع الفارط نحكي على عدد من الإيقافات، تو ناخذ أكثر تفاصيل في صفوف شكون بالضبط، هل هما قياديين أو من قواعد حركة النهضة؟ هل يمكن الحديث الآن عن قديش عدد الإيقافات هذه سي سمير؟ يمكن الحديث عن عدد الإيقافات، هي أكثر من 100. العدد يتعلق ب 102، وبالأمس يبدو لي تم إيقاف 7 آخرين، مش كلهم قياديين، ثم عضو مكتب تنفيذي وثم بعض القيادات الجهوية، ولكن البقية كلهم اللي يجمع بينهم هو أنهم مناضلين من حركة النهضة وأنهم متقدمين في السن. عندكم فكرة على خلفيات يعني هذه الإيقافات؟ والله ما تعرف الملف هو متعهد به شخص العوينة والنيابة العمومية قطر مكافحة الإرهاب، ما نجمش نحكي في تفاصيل ملف مازال قيد البحث، ولكن هي مجموعة على المجموعة افتراضية تضم مجموعة من المناضلين، تتعلق أساسا يبدو لي العدالة الانتقالية و تنسيق في شؤون المناضلين في إطار حزب معترف به اللي هو حركة النهضة، والأعمار توصل حتى 83 سنة. فقط كان تسمح سوريد باش نعطيك طرفة معناها اللي تعكس الشوك الأجيال، يعني الباحث يسأل في شخص عمره فوق 80 يقول له إيش معناها 7 ثانوي، والآخر يجاوبه يقول له إيش معناها سنيا. التطبيقة معناها هو يسأل على التطبيقة السينيور. يعني أجيال بعيدة برشا لبعض. باهي. وذاك علاش مش مفهوم الخلفية الإيقافات هذه، لأنه عدد كبير ياسر من الأشخاص هذوما معروفين بأنهم ما عندهمش حتى نشاط سياسي مباشر، وأكثر من المناضلين يعني اللي تعرضوا للسجن منذ أكثر من 30 سنة، وكما قلت لك البعض عمره 79 سنة 70 سنة 65 سنة، ثم حتى اللي عمره أكثر من 82 سنة. هل هذه القضية في علاقة بقضية التآمر بأي شكل من الأشكال؟ لا لا لا، ما عندها حتى علاقة بقضية سابقة، ولكن كما قلت لك ما نجمش نحكي على تفاصيل الملف لأنه تم محامين اطلعوا على المحاضر وقت حضروا مع من بهم في العوينة، ولكن ما نجمش نحكي على تفاصيل الملف وما عندهاش علاقة بحتى قضية جارية. سفيان بن حميدة يتوجه لك بالسؤال أستاذ. أهلا وسهلا. أهلا سمير، شنو أحوالك؟ الله يخليك. معناها الأعمار عموما متقدمة في السن. صحيح. فما تفسير أو محاولة لتفسير لهذا، تقول أنه من تم استهدافهم هذه المرة هما يمثلون الحزام الصلب لحركة النهضة، لأنهم هذم معناها أغلبهم عرفوا السجون في وقت بورقيبة ولا في وقت بن علي، دونك معناها من المناضلين متاع النواة الصلبة متاع النهضة. معناها شنو؟ فما الانتباه هنا ولا؟ نجاوبك بكل وضوح في سفيان. أي. إذا كان المقصود بالنواة الصلبة يعني بالمعنى التنظيمي ولا بالمعنى السياسي، أنا أقول لك لا. إذا كان النواة الصلبة بالمعنى الإنساني ولا بالمعنى القيمي، أقول لك هذوما اللي في زملائهم يسميهم حجر الوادي، هذوما اللي يحضروا في المظاهرات الكل، هذوما اللي يحضروا في المسيرات، هذوما اللي عدوا السجون قبل، ولكن لا عندهم مواقع تنظيمية متقدمة ولا عندهم مسؤوليات ولا هم مشاركين في مؤسسات سياسية، وهذاك علاش الجامع فيما بينهم تو يتبين بعد كي تخرج الأبحاث وترفع عليها واجب التحفظ، في تقديري أبسط بكثير من أنه يشملوا أي تتبع جزائي ولا أنه يكون مجال بحث قضائي.
استاذ سمير ديلو ما نعرفش في حدود ما يسمح به الملف، اذا كانت نجم تجاوبنا ولا، ولكن هل نعرف شكون اللي حرك الدعوه في هذه القضيه؟ لا، اللي ما تحركتش الدعوه هي ما كانش المقصود بها الناس هذوما، هو يبدو انه توقف شاب ف من خلال ايقافه هو من خلال هاتفه تم استدعاء الناس هذوما، ما نجمش نقول اكثر. اي لكن سامحني، لكن يتوقف شاب تصير توقيف 102 109 ما عادش قضيه ولا تتسمى حمله. اي هو الحديث تو على حمله، ولكن تعرف انه التطبيقات هذه تلقى ساعات ثم ممكن في البرنامج نتاعكم راكم عندكم مجموعه اللي تنسقوا فيها، تتبادلوا المعلومات، تحكيوا فيها على الكونديكتور نتاع الحصه الى غير ذلك. على كل حال انا نعرف هذا موجود عند الاعلاميين، معمول به، معمول به، موجود عند هيئات الدفاع، فينجم من خلال شخص ينجم يناديه 70 او 80. المعيار هو هل ثم عمل مجرم ولا لا؟ لانه الفرق ما بين شخص يمشي في الشارع وشخص موجود عند فرقه امنيه ولا قدام قاضي تحقيق هو انه ثاني ارتكب حاجه مجرم، ارتكب فعل ولا قال قول مجرم. كل ما زاد على ذلك من تواصل ما بين الناس في تبادل المعلومه ولا في تبادل التحاليل ولا في تبادل المواقف والاراء هو طبيعي جدا في اي مجتمع متحضر يستعمل التكنولوجيا. السؤال الان موجه لسمير ديلو الناشط السياسي، مش سمير ديلو المحامي، في قدر المستطاع بتبيعها في الاجابه. عدد من التعليقات ربطت هالايقافات هذه بما كان تعيشه الحركه بوقت ما كان يسمى بسنوات الجمر، انت عشت هذه السنوات، هل عندك هذا الانطباع؟ لا، هذا اعاد للاذهان ذكريات الفتره هذيك من خلال الاعداد، لانه الاعداد مرتفع. ولكن انا شخصيا ما عنديش الشعور انه الدافع للاستهداف حركه النهضه حاليا هو دافع العداء الايديولوجي ولا العداء السياسي المباشر. في تقديري اللي قاعد يحرك في الايقافات هو شعور السلطه هذه بانها مستهدفه، شعور السلطه هذه بانه ثم رفض سياستها والسعي للتحصين من اي تحركات قد تشكل خطر بشكل اشكال على برنامجها وعلى رؤيتها وانا شخصيا نرى انه المشكله جايه من خلال التداخل ما بين ما يجرمه القانون، هو استعمال العنف واستعمال الاساليب غير المشروعه يعني القوه السلاح الى غير ذلك، ومن بين العمل السياسي اللي تنجم تكون فيه معارضه، تنجم تكون فيه تصدي لمشاريع السلطه، ولكن بالوسائل المدنيه السلميه. وهذا ما يشملش من تسبيل الاحزاب السياسيه فقط، تشوف انا عندي زملائي موقوفين وانتم عندكم زملائكم موقوفين، يبدو لي لا استعملوا عنف، لا حرضوا على العنف، لا حرض ولا تباغض بين الاديان، لا شتمه، ولكن فقط لان معبر ولا راي يلقوا رواحهم في مناطق المرسوم 54. اي لكن هل ولكن هل تنجم حاليا تعبر على راي تلقى روحك في الصفحتين غير بعض تاع للاسف شديد. لكن تراشي انه فما رابط بين هذه الاعتقالات والفتره الانتخابيه، بمعنى نزيد نوضح بمعنى أنه هذه حملة تعتمد على معناها معطيات أو معلومات أو حاجة من نوع هذا لوجود شبكة تتحرك في إطار الحملة الانتخابية. شوف جابك بكل وضوح، انا ما عنديش المعلومه هذه، وانا سمعت في تحاليل بعض المحامين ولا بعض الاصدقاء يقولوا ربما تكون الايقافات هذه من قبيل ضربات الاجهاضيه ولا الاستباقيه اللي تعملها الانظمه اللي تحب تخلخل معارضيها وتربكهم قبل الاستحقاقات الانتخابيه باش ما تدورش الماكينات نتاع الاحزاب سواء في الدعايه او الدعايه المضاده. ولكن انه الخلفيه نتاع القضيه هذه
هو المسألة الانتخابية والاستحقاق الانتخابي بشكل مباشر ما عنديش معطيات تؤكد أو تنفي. شكرا لك الأستاذ سمير ديلو. نذكر العدد هو 109 في صفوف سواء قياديين أو من أنصار حركة النهضة. وإلى حد الآن القضية ما زالت على حسب الأستاذ سمير ديلو في علاقة بإيقاف شاب هو اللي من بعد التصفح لعدد من المحادثات في تليفون وهو اللي كان منطلق لهالحملة من الإيقافات هذه. شكرا لك مرة أخرى المحامي سمير ديلو. باش نواصلوا بعد شوية في لوماج إيكو.